اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سلام الله عليكم. كنتمنى أنكم تكونوا بخير، وانتم كتشاهدوني اليوم في هذا الفيديو كنتمنى لكم عواشر مبروكة. العادات والتقاليد ديالنا المغربية كتختلف من منطقة إلى أخرى. هذا الاختلاف هو اللي كيخلي التراث ديالنا المغربي يكون غني ومتنوع. كذلك ومثال بالنسبة للأطباق ديالنا المغربية، فهي كتختلف من منطقة لأخرى. والاحتفال بعاشوراء كذلك كيختلف من منطقة لمنطقة. الاحتفال بعاشوراء كيكون امتثالا للسنة النبوية الشريفة، وكذلك اتعاظا منا للواقعة اللي وقعت مع سيدنا موسى عليه السلام ملي نجاه الله سبحانه وتعالى من بطش فرعون. فالاحتفال بهذه المناسبة ماشي عيب وماشي حرام، ولكن كل واحد وكيفاش كيحتفل بطريقته. فبقاو معايا حتى التالي ديال الفيديو، وخليكم مع التقاليد ديال المنطقة الشرقية. إذا بسم الله على بركة الله، دابا غادي نقول لكم التحضيرات ديال الطبق الأول، اللي هو عبارة على طبق ديال الشوربة اللي كتمتاز به مدينة بركان والنواحي. فهاد الطبق هذا كان سبق لي وحضرته لكم، ممكن أنني نخلي لكم الطريقة بالتفصيل في صندوق الوصف، ولكن دابا غادي نعطي لكم يعني بإيجاز شنو كيضاف في هاد الطبق هذا وكيفاش كيتحضر. فكنديرو زويتة، كنزيدو مطيشة محكوكة، البصل المحكوك، القطع ديال اللحم، وكنضيفو بعض التوابل اللي هي سكنجبير، الفلفل الأسود، الفلفل الأحمر، وكذلك القرفة، وكنضيفو طماطم مركزة، وكنضيفو الربيع اللي هو القزبر والمعدنوس. بالنسبة ليهم هنايا فهم اختاروا أنهم يزيدوا هاد الشوربة اللي كتسمى بالرويزة، ماشي لسان الطير هادي، لأن هادي كتكون في الشكل ديالها أشبه من الحبة ديال الأرز، على داكشي كتسمى بالرويزة. المهم ملي كيطيبوا لنا القطع ديال اللحم كنضيفوا الشوربة لهداك المرق، باش كطيب وكتلدد بالبنة ديال هداك المزيج ديال التوابل وديال المرق ديال اللحم كذلك. صافي ملي كطيب لينا هنايا غادي ندوز معاكم للتقديم ديالها. والان غادي ننتقل معكم للطبق الثاني، اللي هو عباره على طبق ديال الدجاج، يعني بالزيتون المعروف في جميع المناسبات المغربيه. فالدجاج بالتغميره كيف ما كتشوفوا، التغميره ديالو جات زوينه بزاف ولذيذه، جات حلوه ديك البصيله، وجات واقفه كيف ما كنقولوا، فجا لذيذ بزاف بزاف. هنايا صافي من بعد ما طاب الدجاج، فهنا اختاروا انهم يحمروا غير في الفران، ما بغاوش يقليو بالزيت، يعني دهنوا غير بالزبده، وشوفوا النتيجه ديال الدجاج كيفاش جا محمر وعاطف النظره، زوين بزاف وكيشهي. يا ليل لا وصلت على نبي، يا ليل لا وصلت على نبي، باش تحيي القلب الرشيد، يا ليل لا
بالنسبة للطبق الثالث فهو عبارة على الطبق ديال اللحم بالبرقوق وكذلك الزيتون. المنطقة ديال البركان كيديروا البرقوق مع الزيتون. فهنا كيف ما كتشوفوا اللحم راه كيطيب فقط على الفحم، يعني كيجي طايب وكيجي هابط، ديك الحيمة ديالو كتجي هابطة وكتجي لذيذة. راكو عارفين الطياب ديال الفاخر كيفاش كيجي داير. فالطياب ديال الفحم زعما الصراحة لا يعلى عليه. هنا شوفوا كيفاش كيجي داك اللحم هكذاك محمر غير بوحدو وكأنه يعني مشوي في الفران. انا البرقوق كيتعسل هكذا في القرفة وكذلك السكر. ودابا غادي ندوزو للتقديم ديال الطبق ديالنا. اذا كانت هذه هي الاجواء ديال الاحتفال ديالنا بالمناسبه ديال عاشوراء. كنختصوا فيها الله سبحانه وتعالى بالذكر وكذلك بالصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. كتجمع العائله، كيتلاقاو الاحباب، كنديروا الدعاء وكتطلع هذيك الطاقه ديال الدعاء لله سبحانه وتعالى مره واحده. لان سبحان الله ملي كيكونوا بزاف ديال الناس وكيكون هكذا الذكر ديال الله سبحانه وتعالى كتكون واحد الطاقه نورانيه اللي هي عاليه كتمنى. فمن المستحيل انها ما تكونش الاستجابه. كذلك التقاليد وهاد العادات هذه ضروريه انها تنقل من جيل لجيل باش كتوارث، وكذلك كتكون واحد الفرصه بالنسبه للاطفال ديالنا باش كنشرحوا لهم اشنو وقع في هذا النهار هذا وعلاش يعني كنحتفلوا بهذه المناسبه هذه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنضرب لكم موعد في فيديو جديد. والى اللقاء.